السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هزوا الفلاون الحباب ومرحبا بكم في عدد جديد اليوم من فرق قلبك. كما عم بالكم كل يوم رانا على المباشر في قناة المغاربية. اليوم طبعا عم بالكم 14 مارس هو اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة. حبينا قلنا سيدي بما أن يعني عام كامل ما نعطيهمش القدر الكافي في الحصص تاعنا في المكالمات توسا، ألور اليوم حابين نخصوه لهذه الشريحة وحابين نعرفوا إن شاء الله أسكو راهم بخير، أسكو تبون كي جاء للجزائر وحكم السلطة أسكو وفى بالوعود تاعو، لأنه قال لكم وقال للفئة هذه أني راح نرجع لكم كرامتكم وفي عهدي أنا تعيشوا بكل كرامة. نتمنوا أنه حقق هذا المطلب الأساسي الإنساني الحيوي. على كل حال هذا كل حنشوفوه، حنفتحوا المكالمات خاوتي وإن شاء الله نتمنى أنه يخليوا شوية دلال. ربما عندنا عديد من المتتبعين راهم من ذوي الاحتياجات الخاصة من ذوي الهمم، بلك هذا هو يومهم حابين يعبروا حابين يحكيوا فيه، يعني اكثر من زوج دقائق ربما حابين يحكيوا فيه ويعبروا على الواقع اللي يعيشوا فيه. دونك فوالا ماذا بينا الناس شويه يخليه ولا كي يحكيوا يحكيوا لنا غير على هذا الموضوع. كالعاده نديروا فاصل برك موسيقي ونتوكلوا على ربي.
معكم اليوم راح نحكيو بزاف 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 على هذه الفئه، فئه ذوي الهمم لي زونديكابي بين قوسين ذوي الاحتياجات الخاصه. حنعرفوا ماذا تحقق من سي عبد المجيد تبون اللي وعدهم انه كيجي يرجع لهم كرامتهم. اكيد شفتوا الفيديوهات وشفتوا التصريحات تاعو، ما كان نعاودوها. على كل حال ما ننساوش يعني المشاركه تاعهم القويه في الحراك، المشاركه تاعهم اللي كانت يعني الى يومنا هذا ما زالوا لي كونفوكاسيون، ما زالوا عقابهم السلطه. ولكن معليش السلطه ما يعني في هذه راهي ديمقراطيه طول ما تفرقش بين اللي بصحته لونديكابي، بين الطفل والطفله اللي يهدد لها برك ولا اللي يتكلم على الحريه والعداله ما عندهاش تفرقه هي في هذه. ماشي مشكل ان توكا، راحين ننطلقوا في هذا الموضوع من بعد شويه نفتحوا المكالمات. لكن قبل فقط يا خوتي نعطيكم شويه اخبار، لانه البارح درنا الحصه تاعنا وبديناها بهذاك الهلع اللي صرا في وهران والانهيار. نفكركم بالليزيمات اللي شفناهم البارح. تفضل خويا المخر. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. حيصة يا ربي يا ربي، هذا قديم رحل. كيف رحل؟ كيف رحل؟ كيف رحل؟ عيطوا البوبيا، عيطوا البوبيا، بوبيا حوص طاح. فوالا خاطر قلنا هذه الفاجعه يعني عايشتهم في رعب حي البلاطو دونك، وقلنا نشكروا السكان لي جون يعني فريمون سيتي تري كوراجو، عاونوا وقفوا عيطوا للاسعافات، عيطوا لي بومبي وجاو كيف كيف. نشكر تانا السلطات لما يعني لي بومبي جاو وقاموا بالواجب ومنعوا مراهيه والرضيع تاعها يعني من لي ديكومبر. ولكن للاسف قلنا توفى الانسان اللي كان عايش في الطابق السفلي. هذه بيوت يعني وديار هشه رايبه، كان يعني من الضروري إخلاءها يعني قفل غلقها ويلقوا حل الناس. نسمعوا بعض الناس واش قالوا على هذا الحدث. تفضل خويا المخرج. الدار متزينات، كاين الناس داروا دوسويات هنايا ما كانش يقبلوهم. الناس مغبونين هنا خويا، والله راهم مغبونين. ونطلب من السلطات يرحلوهم هنا باسكو يا خويا يرحلوهم يمدوا لهم سكاني، فهمني. خش على واحد ميت هنا عزيز علينا مات، واحد راه مبليسي راه كوما طاير. نطلب من السلطات سيد الوالد شوف فين تاع بلاطو، نقول لك تقريبا تاع بلاطو رهلاش. لا غالبه وما يديروا لنا حل، شوفوا فينا. والله لا افدو كي ندير بلافون، والحمد لله يا ربي كسمح لنا. شوف في بلاطو السيد الوالي انت ناس مليح الله يبارك، وشكر ثاني راه يسبون. شوفوا فينا ديروا لنا حل، هذا مات اليوم قادر تقدر علينا احنا ثاني تجي الزلزله ولا فيضان ولا نرجع. فوالا كان هذا النداء تاعهم، لانهم منذ مده هما عايشين في الخطر. بون كتبت انه صرات هذا الانهيار تاع المبنى بسبب اشغال كانت مجاوره، وسيرتو باسكو الديار كانوا راشين بزاف بزاف. دونك هذا النداء تاعها للسلطات باش يرحلوهم في اقرب وقت، خاطر قداه من مره يقولوا يا جماعه رانا صح في خطر الموت. لكن يعني كتبت ومات هذاك السيد وهما في هلع. لكن الشيء الايجابي بين قوسين انه السلطات استجابت. احنا كعم بالكم كي نشوفوا حاجه ايجابيه مدابيه نقولها باش الناس ما تفقدش الامل وما تقولش شيء ما يصلح شيء ما يصلح شيء ما يصلح. لا الحمد لله السلطات استجابت. وشفت اليوم الفيديو انه تم ترحيل بعض العائلات من هذا المكان اللي كانوا عايشين في خطر وكانوا هما ايضا مهددين. نشوفوا هذا الترحيل. تفضل خويا المخرج.
فوالا الحمد لله يا خوتي، عمل نستحسنوه يعني صافي بليزير نشوفوهم انهم رحلوهم وناس فرحانين وعاونوهم الجيران نحزوا مهام الحوايج صافي بليزير. ونشكر يعني السلطات انها قامت يعني ديريكتومون ولبات هذا النداء تاعهم بعد الانهيار وهذا كل. دونك على الاقل في الليله هذيك بعد مع السخانه خرجوهم ومنعوا على كل حال هذا الناس من الخطر، وهذا شيء قلنا نستحسنوه ويعطيكم الصحه ونزيدوا نقولوها ويعطيكم الصحه ألف صحة. درك السؤال اللي يبقى يطرح، يعني احنا قلنا يا بات سوسي يعطيهم الصحة وشكرا ليهم وهذا عمل مليح يدفع للأمل والحمد لله السلطات كذا وكذا إلى آخره، لكن السؤال اللي يطرح انتم ما دام رحلتوهم وما دام كنتوا قادرين من الأول علام خليهم حتى يوصل الريسك تاع الموت؟ ما دام كاين حل وكاين بوسيبيليتي انه يرحلوهم كيما هك، علاه ما درتوهاش قبل؟ هلا حتى يموت واحد وتوقع الحادثة وتوقع الكارثة والناس في هلع وتريب الدار وناس باش نقولوا حقه أو نقدروا نرحلوهم، هلا ما رحلتوهمش من قبل؟ هلا السلطات تاعنا ديما في الرياكسيون، هلا ماهيش في الأكسيون؟ علاه هذوما الناس كانوا يدعيوا قبل يا سلطات رانا في خطر رانا في خطر ومشنا قاعدين نضحكوا حتى توقع الكارثة باش حقه ونقدروا نقدروا نقدروا؟ علاه سولا بريسيون؟ علاه مش من الاول ما لقيتوش حلول مستعجله لهاد الناس؟ طبعا قضاء وقدر والسيد اللي مات ولكن علاه ما كانش هذا عم بالنا تحت الضغط خاطر كل ما رحلوهمش كانت الناس تهدر ولا كذا وكذا وكذا صافي نكلميهم في ساعه يعطيها دم وكلميهم وقلنا عمل مليح ولكن في لو فون دو بروبليم علاه يا خوتي؟ وماشي غير في هذا، في العديد من الأمور، حراقة بطالة كلش أهل الجنوب داوي الاحتياجات اللي حنحكيو علاه حتى توقع الكارثة باش يقولك لا أو كاين حل ويجيب لك البلدية وفي دقيقتها يرقليو البروبلام. صافي مالوكور، صافي مالوكور، صافي بليزير كيرحلوهم ولكن ما عليه يعني فوميو طاق كو جامي كيما يقول، يعني على الأقل ما رحلوهم خير من ما رحلوهمش حياتهم كاملة. مالغري سا حنا ديما نشدوا على الفكره انه السلطات لازم تجتهد اكثر واكثر وما تخليش حتى الناس تموت ولا تعيش هذاك الهلع ولا تكون مهدده كما هكا ربي يستر، كانه اندار عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم ربما كل ما صراتش وبقات الناس بالك راهي عايشه ما نعرف قداه سنه اخرى تحت هذا الريبه وما زالت السلطات تقول لهم اصبروا ما عندناش حل وكذا وكذا، لكن ساعات ربي يكتب وربي يقدر الا الخير. اون توكا فوالا هذه الملاحظه حابين نقولوها. وهدرنا ايضا قلنا في نفس يعني في نفس الولايه مشكل كبير، رم عندهم اسبوع سمانه هما بلا ماء، العديد من الاحياء ما عندهمش حتى وش يشربوا ما عندهمش حتى وش يغسلوا. وقتها ديروا حل لهذا الشيء، وقتها تساعدوهم ولا تعاونوهم ولا تجيبوا لهم على الاقل سيترنات، يعني لانه الناس راهي تعاني من البادن وهزوا جيريكان. وشفنا هذا الفيديو، تفضل خويا المخرج. عينا انا ديجا راني ديجا لرني ديسكال ونروح نولي الاولاد يجيبوا يقول لك عينا يروحوا يقروا يروحوا يخدموا دوك انا نكذب ما انا اللي نروح نخرج كل خطره تقطعوا لنا 15 يوم خطره هذه خطره على هاش والله لا قبلنا انا وحدي والله لا وحدي نعمر وسيباني ما عندها 95 عام وسير اختي تخدم والله لكل من عمرها عندنا البير واحد عندنا البير وكل شيء راه هنايا وهذا راهم يعمروا لنا الماء فهمتيني اختي ولا البارح حتى الوحده تعلم للزوج تاع احنا ما عمل البارح فهمتيني يدو مساك الله بدل ما منه يطلب ستين يدو فيهم المواطنين. للأسف اليوم ما راناش في يومي رانا في أسبوع، لا ربما الأسبوع القادم نولو في شهر.
شفت واليوم شفت الصفحات والعديد، شفت تاع البلديه، شفت كذا كذا، مازال ما كانش حل، مازال تما حتى الوقت الناس ما جاتش باش تتوضا، الناس ما جاتش باش تدوش النظافه الى اخره. ولايه كبيره وسكان كبير ومرمدين، هز لباد نحط هذيك ادي. لماذا السلطات لا تهتم بهذا الجانب كما اهتمت يعني بالترحيل، ولا حتى ان تقع كارثه لازم تتخلط ولا كاش ما يوقع باش ان شاء الله يلقاو حل يا خاتي ان شاء الله. انتوكا يعني حتى شفت وانا نشوف الصفحات تاع واهره، شفت صفحه اورومبيب، يعني ولات هذا يعني السلطات ولات مسخره، ولا والناس يعني ما فهموش روحهم. وعجبني فيديو ولو انه ترفيهي، بصح قلت معليش نتقاسموا معاكم، تفضلوا خلوا مجر. كاركم ديني صباركم ملاح، رانا في يومين بلا ما اخوتي، رانا في يومين، اليوم تروازون بلا ما، مكاش الماء كاع، اليوم كاتموا بلا ما، مكاش كاع الماء. كيف الاخر طالق السباله يدوش في داره ومهني في داره، وحنا قلاليل بلا ما، حنا اليوم خمس ايام، اليوم ست ايام رانا بلا ما، مكاش الماء كاع، دروك حنايا كاتموا بلا ما، تروازون بلا ما، ساكموا بلا ما، مكاش الماء كاع. والله خوتي قسما بالله رانا في طروازون بلا ما، مكاش كاع الماء، رانا في كاتموا بلا ما، ساكموا بلا ما، مكاش كاع، مكاش كاع الماء، رانا في خمس ايام بلا ما، كيف رانا ننهردو كيما هكا. السلام عليكم وربي يحفظكم وبارك الله فيكم. والله عنده الحق يا خاتي، تعجز تحسب في قداه يوم، تلموت تقطع تجيك ساعة، اسكو تحسبها جا الماء الساعة هذيك ولا نص نهار هذاك، تلمو يعني ما فهمناش عليه وهر المعاناة كبيرة مع الماء، ولدرك ما حلوش هذا المشكل. بنا أستاذ الله يبارك داروا احتفالات، داروا تظاهرات كبيرة، لكن المواطن مازال يعاني من هذه الأزمة. على كل حال مادام مازالت حنا برك حابين نفكروا، لو أنه عن بالي في العديد من الوطن راهي كيما هكا، شفت مام في غردايا قالوا لي الإخوة رانا مش غير بلا ما رانا حاصلين، وشفنا يعني هذيك الصورة اللي جبتها البارح، يعني وقلنا باللي يعني أبناء حي بالقايد يعني صلاه الجنازه وما جاوش حتى به يغسلوا الميت، امراه الله اعلم. يعني شيء جامي كنا نتصوروه، تلمون قطع الماء حتى الميت ما قدروش ما لقاوش باش يغسلوه. وانا اليوم واحد قاعد يحكي معايا قال لي لا هذه هذه اكزاجيريت، ما كانش ما جاوش حتى يعني قرعه ماء ما كان. قلت له ولدي صح سمعتها في فيديو، قال لي ما نظنش، قال لي بالك هضره تاع فيسبوك بركه. فقلت له دوك نبحث ان شاء الله على الفيديو ودوك نحط لك تسمع شهاده الناس يقول لك صح والله يعني ما قدروش بصعوبه ما قدروش باش يلقاو انسان يتغسل. تفضل خويا المخرج. انا في المنطقه تاع 1600 مسكن مجمع سكني، راه عندنا مشكله تاع الماء، راه عندنا مشكله تاع الماء خويا، وراه ساعه هاد الماء راهم يديروا لي كوبير تاع الماء كيما هكا. راه في شهور انا فارم في سيمانه قاعد انا هنا، واليوم سبحان الله اليوم كانت عندنا جنازه هنا اليوم، ها ديجا تشوف في القيطو ليها، ورانا نعمروا في الماء بالبوده. نطلبوا من هذا المدير هذا ما اللي ما باغي يخدم يخدم، واش باغي يخدم خويا خلي بلاصه لواحد اخر يخدم. تاع المياه صالحه للشرب راه اسبوع كامل بدون ماء في هذه الحياه هذا. وهنايا كاين الناس اللي تسكن في النافيه ميطاج ما يقدش يطلع فيديو تاع 5 يوترو، يعني وهذا المشكل هذا راه قائم في ولايه وهران ماشي المره الاولى. وكاع نتمنوا احنا من السلطات العليا ونناجدوا السيد رئيس الجمهوريه باش يتدخل في هذه القضيه، لان هذه المؤسسه مؤسسه السيول صبحت فاشله، يعني ماذا بنا تغيير في هذه المؤسسه باش نقدروا نحلوا المشكل النهائي في ولايه وهران. راه في سيمانه خويا ما جاناش، انا نسكنوا في الكاتريه ميطاج 5 ميطاج، نصات عندنا جنازه ما قيلاش باش نغسلوا جنازه، الشيبانيه ما قيلاش باش نغسلوها. فوالا يا خوتي، ربي يجيب الخير، ربي يجيب الخير، وربي ان شاء الله يفرج عليهم، وربي ان شاء الله يعني يرزقهم من هذا الماء، ويرزقهم يعني مدير ولا مؤسسه تكون صالحه قادره توفي بالمهام نتاعها. اون توكا يا خوتي كانت بركه هذه باش نكملوا الحاصله والمعلومات اللي حكينا على الانهيار تاع البنيه البارح وعلى الماء اللي صرا في وهران، وننطلقوا في الموضوع تاعنا اللي تفهمنا نبداو به ونحكيوا عليه. 14 مارس هذا اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصه، نديروا في التيار ومن بعد نفتحوا مباشره المكالمات ونخليوا ربما الناس يتكلموا على هذا الموضوع. تفضل خويا المخرج. علاش راك تبكي؟ علاش
علاش راك تبكي؟ يا مغبون تزول. علاش راك مغبون؟ احكي لنا. هادي اصلا هاد لاموطو دايرين فوقها جابوها لي احباب ربي در دوموند. هاد لاموطو جابوها لك ناس الخير؟ ناس الخير وراني نصرف عليها المليون اللي مدوه لي اني نخسر عليها ما بغات تسقد وعندي جوج تاع البز. يعني راها خاسره هاد لاموطو؟ راها خاسره عندي جوج تاع البز عندي مليون وساكن في فيرما واحد 3 كيلومتر لو كان ما عنديش هادي ما نوكلش ولادي. نقل بها من المزرعه للمدينه. من المزرعه للمدينه وزادوا طريق لوطوروت بلعوها علينا. درك انا هنا يوصل داري نضرب 20 كيلومتر من ولد. عندي انا مليون ديك تاع المعوقين نديروها لي وعندي زوجه تخلص 300 الف. يعني مليون و300 تكفيك؟ تعيش ولادك؟ تكفيني انا خويا غير من كريا عندي كريا باش نخلص راه فيها 7 ملايين تاع كريا. تسمى من اللي طحت قاعد تشغل تزيد تزيد تزيد. ومصروفهم هما قرايه كاش موطو باش نتحرك ولا عمليه ولا باقي تمشي كيف كيف الناس عن اقيال وكان برجل اصطناعي هذا بينا خويا ما عطاونا حتى حاجه زعما فرحونا بها ولا والو ما عطاوناش حاجه نقولوا ان بوسات ولا ان شاريو موبيل ولا والو ما عطاوناش انا نقارو هين بيكي هادي مريكسان نشروها شروها بالدرهم صح هي اللي بيها تتمشى تساعدك باش تتمشى تساعدني باش تتمشى وتمشى اللي يقلي انقيد انا انقيد انقيد انا ما عنديش عندي احباب ربي بركا يقودوني اقسم بربي سبحانه هي القش اللي راه فوقي لا غير تاع الناس حتى الناس صاي كرهو مني ولا يقول لك ما لا غالب ما عنديش ما كاينش ما مين جيب ماشي خدام مين جيب عندك هذاك 10000 دينار اللي عطوها لك والله ما دير لك والو ليق المعوق اعطي حقه يا خويا ها اسمه ها ليروب كرعين لي بروتيست ولا كيما قلت يحوسوا بيهم حنا ما كاينش اللي يحوس بيك ليسونس عبك ليسونس تطلب تعمل ليسونس مش عيب تطلب تقول له محمد اعطيني 5000 على عمر ليسونس ولا كسموه هما يعطونا لي كارت ولا يعطونا بون بنعمروا ليسونس مع عند الحكومه كيما هكذا دوك حنا ما عندنا لا كارت تاع المعوقين ومن بعد يقول لك غدوه ولا الشهر الجاي بدل الدوسي دوك الدوسي واحد يقول هي هو يدور لا المهم انسان يكون واقع يكون نيشان خويا هذه هي خويا الدنيا هذه ما كان والو خويا حنا قاعد نروحوا للحفره هذوك معوق مسكين ربي خلقه كيما نتايا يسير خلقه كيما انت تعيش كيما هو يعيش كيما انت كيف بصح يسير على تدير حقه ما ديرلاش حق اخويا المهم تزيد دعمه قال واه مالك راك تسمو والحقره ثاني علي حقرو فوالا يا خوت حتى هذه الفئه صح انه كاينه حقره ودوك نحكي مطولا على هذا المنحه وعلى القوانين وعن السلطه اذا كانت في المستوى ولا لا وهما طبعا معاناه يعني ديجا المواطن بين قوسين اللي بصحته راه في معاناه فما بالك هاد الفئه دونك سي بور صح لينا الهاتف مام كاين سكايب للاخوه اللي حبوا يتصلوا اللي حبوا يمدوا رايهم عم بالنا كان الكثير من المتابعين منهم يعني من هاد الفئه ماذا بينا يعطيونا رايهم وش تغير لما جاء تبون لما تبون وعد انه راح يمد الكرامه ويرجع لهم العزه ويوقف معاهم ويطلع في المنحه وكذا 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 فوالا يا خويا تفضل خويا المخرج اذا كان مكالمات امين من الجي السلام عليكم خويا امين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته واش راك خويا لطفي لاباس لاباس الله يحفظك يا سي امين تفضل راك على المباشر خويا العزيز ربي يعيشك يهنيك مرحبا خويا لطفي معزتك كبيره يا خويا ربي يحفظك امين الله يسلمك يا خويا لطفي انا شوف جيت ندخل البركه على واحد النقطه يا خو تفضل والله غير فريمون صافي مالوكور يا خو شان عايشه والله يا خو مشوف سلتو من البيريود هذه اللي جات البونيا يعني حاب تقول مام وقت بوتفليقة كانت أرحم شوية يعني لا أخويا كي وقت بوتفليقة كي وقت البون كيف ما تبدل والو أنا نحكي لك أوطون كو جون راك معايا شحال في عمرك أمين؟ عندي 25 أخويا الله يبارك مازالك صغير أمين مديك بكارة من درك أمين يا أخويا ما قعدت يا أخويا المشاغر كاع راحت يا أخو والله ما قعدت والو أي أي أي
والله غير شوف ما يقدر يشوف البلاد هذه خويا لطفية تخدم صباح وعشية والله غير ما كاين والو تجبد 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 تحس روحك راك راك تعاود الدور برك هاك معايا وعني تبون ما قدرش يمد اسبوار لي جون كيما انت باللي ان شاء الله هي وحده وحده تتعدل اسبوار يا خويا الموقطع علينا يا لطفي ما هو ما كاش يا حبيبي كاش ما تعد ولكن هو يتحرك زعما شويه علاقه خارجيه بالك كاين والو يا خويا هاو جاب فيات 500 اخويا الناس ما كاين والو والله غير والو يا حبيبي والله غير ملي جا هو ماشي غير على كل حال وشنو دار لطفي خويا كاين واحد النقطه خرجت فئه جديده تاع بوصبع هاك معايا خويا لطفي يعني قصدك المواليين للنظام هذا واش حاب تقول يعطيك الصحه الفئه الجديده هذه تاع بوصبع الزرق هو عايش في الغرقه ويجي يقول لك ويجي يقول لك رانا بيان والحاله بيان الحمد لله من هنايا هذه تقول الحاجه اللي راك معايا هذه الحاجه تقول لي تغيبك تلقى مواطن كيما انت مسكين يخلط شهريه قليله ويجي يقول لك انا بيان وانا الحمد لله هذه تقول الحاجه اللي تقول قلبك يوجعك تغيدك كي شغل فهمتك امين فهمتك شكرا امين تفاصون يعني الناس اللي كانت تقول يعني احنا لاباس بين قوسين يعني حتى وقت بوتفليقه كان يعمر لاكوبول كان جمعيات حركات كان يعني كانت شعبيه كبيره عند حملاوي كانت تقول كنت تنزلوا للشارع تشوفوا المحبه تاع لا شكرا لكم انتم امين تفضل اخويا المخرج ينتظر فينا واحد مجيد من تيبازا سي مجيد مرحبا بك بارك الله فيك انت الخير اخويا لطفي مساء النور سي مجيد اهلا وسهلا واش راكم لاباس لاباس ربي يحفظك ان شاء الله تكون بخير تفضلك مباشر الله يسلمك هنيك. يا اخويا لطفي في الحقيقه انا انسان معوق مرحبا بك الله يبارك فيك انا انسان معوق ايوه معوق 100% 100% ايوه وما زال ندي 300 ألف في الشهر لا 100% يديو هذوك تاع 80% اللي يديو 300 100% يديو مليون والله 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 ندي 300 ألف في الشهر وفي الورقه تاعك مكتوبه 100% والله غير 100% وعلاه سي مجيد كي هضرت معاهم واش قالوا لك يا خويا قال لك دير الدوسي راني دار الدوسي وراني نستنى قال لك جوسكا نو فالور سي با نورمال سي با نورمال يرحم والديك دوكا تعيشك 300 ألف في الشهر وانا عندي 62 سنه في عمري إيه الله يبارك يبارك فيك لا خدمه لا كذا كل ماشي ذراري ولادي معاونيني بنادم بالك ربما يضيع يا سي مجيد انا عم بالي 100% يعطيهم مليون يا سي مجيد دركا لكن والله غير 300 ألف غير لول البارح برك أنا لول البارح عرفتها من البوستة 300 ألف والله ربي معاك يا ويعني القرارات اللي قالهم تبون راح نزيد وكلش هل كاش مكان جديد سي مجيد ما نش عارف ذكر أنا نستنى ولا ربي إن شاء الله بلك إن شاء الله يخضروا فينا بشوية رحمة يعني يرحمونا يا سيد ان شاء الله يا سي مجيد ان شاء الله يا خويا ان شاء الله ديجا ان شاء الله يرقليو لك المشكل تاعك في تيبازا في مديريه تاع الضمان الاجتماعي في تيبازا تطلع المليون وان شاء الله يكون فيها خير ان شاء الله شكرا لك يا سي مجيد وربي يكون معاك ان شاء الله امين حميد من الجزائر مرحبا بك سلام عليك لطفي واش راك سي حميد لاباس انا لاباس عليك لطفي الله يحفظك انا ولدي كافي لطفي خويا حميد مرحبا بك انت 80% 100% قداها حميد 100% داكور لطفي حبيت نقول لك احنا نزول دي كافي نساك انا أمي طلبوا في الشهداء كان الشيوخة كان عجيز كان الموزيكا في بزاف كما قالوا احنا انا محضرين وتبون هو عد يرجع لكم الكرامة سي حميد ويزيد لكم وهل كان الكرامة ما كان الكرامة لا كان ما كان ولا يا لطفي فهمت لطفي يا سي حميد احنا 62 احنا محضورين تطلب حقك ما كاين والو
تسمعني؟ نسمعوا فيك سي حميد، نسمعوا فيك. لا تطلب حقك وتروحوا في بيطان يقيموك ما والو. هل كان جمعيات سي حميد يوقفوا معاكم ولا حركات؟ لا الجمعيات تيحبوا المصالح تاعهم يا لطفي. فهمت المصالح تاعهم تروح من عندهم يقول لك يقول لك اعطيني 50,000 ندير لك الكاطا وباسكو دير الكاطا هذيك وما نتفاصلوش بك. هاي كاينه البريزيدون عتيقه هاي جايه في 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 هذيك اللي كانت حاكمين عندها المعزله حاكمين تما مو بصح ما كاين والو كي نروحو لعندها تقولنا ما كاين والو. وكيفاه راك عايشه اخويا حميد؟ انا عايش قدرت الله عقبال شويه نسيب نبيع منا كلش. تبيع تخدم حميد بوجي؟ بوجي والله يعطيك الصحه يا اخويا حميد. الله يسلمك يا لطفي. والله احنا كما قلنا ما كحنا انا موت في الدنيا هذه يا لطيف. وكان بعد نظام دي كوبي مسكن قام يطلبوا لغام يطلبوا يكون جي تشوف جي للبلاسو هذا طحن الباب عزون طحن جي للشامان وطحن لغاد عود تبكي يعطيك هذيك المليون اللي كوش ما تجيبوكش. هاي اللي كوش ربعينها في اللي كوش فانت لطفي. يا سي حميد كون جات عندك رسالة تحب تبلغها لتبون يعني وش تحب تقول له يعني هك باختصار؟ احنا قلوا تبون يقولوا يعطي قال الحقوق اللي زون دير اللي زون دي كافي جا يعطيهم قال الحقوق وبس احنا ما عندناش تبون. التبون يحوص المصالح دياولو فهمت. احنا عندنا كل شيء في البلاد عندنا البترول عندنا الذهب عندنا الفضه عندنا النحاس عندنا حتى الحوت كاين مو بصحنا ما شدناش منه كما يقولوا ما متمتعناش في هذه البلاد هذه هم انا متبعين قولوا هم انا زاهين في هذه البلاد هذه. شكرا لك اخويا حميد. شكرا لك والله يا اخويا حميد. نتمنوا لك الخير كله يا اخويا حميد. انت باين كوراجو وتخدم وتتحرك وربي يحفظك. ربي يحفظك يا اخويا حميد. ويعني راكم تسمعوا يا خوتي الشهاده تاع سينما قلبهم يتقطع كي يشوفوا تبوني مد مليار دولار الناس اخرين وهما ما مسخربيه ما زاد ب 80,000 وبالمليون وتما عفوا 300,000 ومليون مساكن. ربي يكون معاكم يا خوتي ربي يكون معاكم. نزيدوا مكالمة خويا المخرج بو علام. السلام عليكم خويا بو علام. سلام خويا لطفي واش راك؟ سلام مرحبا بك ان شاء الله تكون بخير. تفضل يا سي بو علام. والله غير لاباس خويا لطفي توحشناك عندنا بزاف ما حكمتكش. الحمد لله وكتب ربي اليوم اخويا بو علام تفضل. ربي يحفظك خويا لطفي. جيتنا نقول لك على احنا انا نسكن في العاصمة انا في شراكة. ايوه انا في 8 ايام ما كانش الماء في العاصمه. في العاصمه 8 ايام ما كانش الماء. يطلع البريميير الدوزيام ومطلوش جامع واحد الفوق ما كانش الماء. والله ما يسعى الماء كما انا في 8 ايام تاريخ يعني نقول لك. كيف تدير ابو علام كيف تعمر من تحت وتطلع طالع هابط سمو؟ والله انا شري سيتين نشري الاخر سيتين ونطلعها بالتيو طلع لي تيو من فوق ونطلق في الباب. زيد ركب سيتين يا اخي حاله يا اخي. والله انا في 8 ايام ما كاينش الماء. قضيه الجزائر الجديده في الشتاء في عز الشتاء. شوف يا اخي ربي يجيب الخير خويا لطفي. ربي يجيب الخير ويعطيكم الصحة وربي يحفظكم المغاربية كاع وربي يحفظكم كاع. ربي يحفظك أنت أبو علام ويحفظ الناس في الجزائر. ونزيدوا نبلغوا السلطات لا كان يشوفوا ولا يتبعوا ولا يديروا رابور رام الناس يعاني وحتى في الشراقة الماء ما يلحقش. دونك خويا المخرج ما زالت مكالمة ولا نواصلوا؟ أبو أمين مرحبا بك. السلام عليكم أخويا لطفي. وعليكم السلام أخويا أبو أمين أهلا وسهلا. يا خويا لطفي هذا الحصه اللي راك تعمل فريمون بارك الله فيكم بارك الله فيك. انا صحتي
أيوة. كنت نخدم واحد السندر تاع تاعوندي كافي. انا السندر تاعوندي كافي كان عندنا الكراس بزاف. طيشين. رحت دومونديت المدير. قلت له ديال الكراس إذا ما سحكمش باعلي وحدين نديه منا الناس اللي ما عندناش في الجزائر. أعطاني ستة باطل. تعملي باطل. قصدك في فرنسا قاعد تحكي في فرنسا. واه واه. في سنتر فهمناك ها فهمنا. واه عطاني باطل وجبتهم في لي فاكونس كيودهم ولحقت البور في وهران قالوا لي واش غير كراس كيما لا نعم مانيش سمعك. انا نسمعوا فيك يا سي ابو امين. هبطهم في البابور ومن بعد واش صار؟ كي لحقت في الديوانه قالوا لي واحد كراس قلت لهم جيت نمد من المساكن اللي ما عندهمش هكا اللي وداوهم وجكروا باعوهم والله مداوهم صاحبي فيهم والله مانيش عارف. نحاوهم لك؟ نحاوهم لي. كي رحت الشهد تاعهم هكا اللي بلع في بوك والله نديوك انت معاهم. انا خفت الله غالب باش نروح لوكيل الدوله نشكي والله لا بوليس لا خفت على نفسي. نعم خفت على نفسي. شفت. خليتها سمحت فيهم ستة وملاح براسك جداد ألور دونك ما عرفتش واش ندير سمحت فيهم وخليتهم الدوام الديوانة الله غالب شاك فوا نبغيو نجيبو حاجة باش نعطوها هكذا للمساكين ولا المعوقين ولينا نخافو صح أقسم بالله اللي كان يخليونا أنا على نفسي أعوذ بالله من قال أنا غير نص تاع المساكين نكسيهم نكسيهم باسكو عندي الحمد لله لو كان يخلوني نكسي النص مساكين صح صح وان شاء الله ربي يجيب لنا بخير هاد المعوقين وان شاء الله بعد طبوني يشوف فيهم والحكومه تشوف فيهم باسكو انا كي نشوف هادو قلب تاعي تصير اخويا لطفي قلبي تصير عليهم مساكن راني نتبعك انا تاعكم 24/24 تلموانا تاني مريض مثل غير الدار قاعد مع التلفزيون هذا ما نشوف الوحيدة القناة اللي نشوف المغاربة با بلوس الجزائر والاخرين ما نشوفهمش نتبعكم غير انتم شكرا بالصباح حتى 12 تاع الليل ونقولك السلام عليكم وبارك الله فيك لطفي والله يطول عمرك والله يشدنا فيك خويا لطفي امين ربي يحفظك يا ابو امين شكرا لك شكرا لك هاك شفتوا يا خالتي العديد كما ابو امين يلقاو دي زوكازيون في اوروبا ولا في كندا يحب يهود يدير الخير للاسف درك مع القوانين اللي داروها جديده من اللي جات بون نحي ما يخليوكش حتى الدواء كانت عادي بكري واحد ما عندوش دواء يعيط لك ولا يحط في الفيسبوك ولا تلقى انت عندك ولا تبعت الدواء نورمال تروح المطار تلقى واحد هابط تقول له اخويا هاك هبط لي الدواء هذا يهبط لامه وهذا لخالته وهذا عادي جدا هاك دواء قرعه دواء دركا ولات ممنوع الدواء يحكموه في المطار ينحيهولك وقادر يطيشوه سورتو الدواء تاع الكونسير اللي غالي يعني ما فهمناش واحد القوانين يعني قال لك باش نحيو التجاره يودي لا تجاره لا والو الناس حاصله الناس يعني راهي ما فهمناش هاد القوانين ما يخدموا ما يعاونوا ما يخليو الناس يعني تعاون بعضها ان توكا شكرا ليك وشكرا للناس كل اللي يجتهدوا اللي نسمعوا بهم اللي ما نسمعوش باش يمدوا الجزائر نواصلوا بركه مع فيديو نسمعوا راي مواطن كيف هو تانا من ذوي الاحتياجات ويمد لنا رايه وتفضل خويا المخر الاحتياجات الخاصه بالنسبه للاعاقه تاعهم مضرورين هذه 300,000 اللي يعطوها لهم ما تجيهمش حتى في ابسط حاجه في الدواء ما تجيش تروح للطبيب 300,000 400,000 دير الراديو دير زاناليز تلحق المليون مليون واش منين يجيبهم هذوك الزياده هذوك هاي عطات له الدوله 300 ولا 400,000 الزياده هذيك منين راح يجيبها يروح يسلف يروح يطلب ما جاتش ماهوش حقهم هذاك ماهوش حقهم يعني منين واش ياكل واللي راه متبعه من الله راه عنده الاولاد بالك عنده الاولاد ها الاولاد هذوك واش ياكلوا باش يقراوا باش يلبسوا هذه كاينه يشوفوا فيهم بعين الاعتبار خاصه
ما تكفيهمش المنحة هذه، ما تكفيهمش بالأقل يشوفوا فيهم بالأقل الدوام ما يخلصوش إلى راحوا للسبيطار ثاني ما يقوموا بهم. مش تروح للسبيطار يقول لك كيف السبيطار كلش، بس هتروح تلقى ما تلقى ولو. أنا جودي نروح لهم ما نلقى حتى حاجة، أنا أني معاق فهمتني حركيا يعني. بالنسبة لي أنا ما نمدي ولو. أنا رحت للطبيب قال لي عندك حق بس يجوا هزينك. قلت له كي يجوا هزيني علاش؟ أنا ميت ولا نجي ليك؟ ما نجيش ليك، ما تسني لي ما تسني لك علاش؟ شفتوا أخوتي المعاناة تاعهم يعني مش غير مع ما يعني سبحان الله تحير. وهل نحتاج نناقش 300 ألف تكفي ولا لا يا أخوتي؟ يعني سيان ديبا ستيريل. هل محتاج نبرو 300 ما تكفيش؟ هاي باينه ما تكفيش 300، تسمى بلا ما تهدر تمدها الطفل الصغير العيد في العيد الصغير ما يقبلها لك شي يضحك عليك. 300 واحد اونديكابي ب 80% تسمى يعني ما يقدرش تعطيه 300 منحه الدوله باش يعيش بها. فتقول له سبحان الله سيبا ما تقدرش حتى تقول له ما تكفيش عيب، لكن ما فهمش هو ما تكفيش مريض في راسه. كيفاه تمد الانسان 300 الف وتسمها منحه؟ تسمى واش حيزيدها على روحه مثلا؟ شغل مديت له ما ماليش انا قفه رمضان ولا مديت له حاجه؟ شيء لا يعقل يا اخي، شيء لا يصدق. نزيد ونسمعوا فيديو اخر اخويا المخرج قبل ما نفتحوا المكالمه، تفضل. ذوي الاحتياجات الخاصه في الجزائر لا فيريتي ما عندهم حتى حقوق مهمشين، سواء من طرف يعني تقدر تقول الدوله باسكو تعطي لهم 300 ميل، ومن طرف الشعب ثاني باسكو كيفاش نفهمك انت تلقى امبير يعني معاق 100% عند الدراري رحم بابك 300 ميل واش حد يدير له؟ باسكو احنا الحمد لله ربي عطانا الصحه وعطانا الوشر، مي كيما يقول لك ما يحس بالجمره غير اللي كواتو. واش راح نقول لك انا؟ حاجه الاولى الميساج تاعي اللي راح نبلغوا سيرتو للسلطات الجزائري خاصه سي عبد المجيد تبون رئيس الجمهوريه، يعني اللي راهو يلعب دور هام في المجتمع الجزائري، يعني راهو دار بانت اللمسه تاعو. واش راح نقول له سيد الرئيس؟ نقول له شوف سيد الرئيس، كاين ناس فريمون 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 والله ما راهي عايشه، سيرتو هادو لي زونديكابي هادو. واش نقول لك؟ كمل خيرك وتربح مع ربي معاهم ان شاء الله. شفتوا خفت، هذا نداء اخر، نداء للرئيس الجمهوريه، نقولوا له بلي والله عم بالك يا سي تبون، هي كاين ناس حاصله. يعني في رايك الرئيس ما عم بالوش؟ يعني انت كمواطن مش مسؤوليتك خلاص، وعم بالك بلي مساكن راهم بدون حقوق ومحقورين و300 الف ما تكفيش، وفهمت باللي راه مساكن في حاله، فوالله نروح ننصح الرئيس بالك ما عم بالوش. راك سيريو؟ في رايك الرئيس ما عم بالوش؟ السيدة ومش طح من السما رئيس ديجا وعايش في الجزائر كيفك انت، دونك عم بالو واش صاير؟ ديجا وحياته كامله في السلطه، عدوا عليه بالك الرؤساء كل عدوا عليه من اللي كان مير حتى ولا ما نعرفش ولا وزير ولا من بوتفليقه، العد عليهم الكل. راهو عايش في المسؤوليه وعايش، راهو عايش اكثر منك، راهو ادرى بالناس اكثر منك. فما تقدرش تقول والله حابين نقولوا لك باللي الناس راهم في حاله، راهو عم بالو. كيبقى السؤال مطروح يعني، كيف ما يتحركش؟ بعد حنجيبوا هذا الموضوع ويقول له والله كمل خيرك انت درت كي شغل، انت رجليت مشكل الحراقه ورجليت مشكل يعني رجليت كلش، وحررت فلسطين وتسمى فريت المشكل تاع روسيا واوكرانيا ومديت لافريقيا مليار، وتسمى تونس كيف حليت لها مشكله، درك بقات لك غير برك الفئه هذه هناها. يعني كمل خيرك برك، بقات لك زوز دور وكملهم. هي مندوبه بارتو، عاد لي قطاع وانت تقدر تنفس فيه يعني. حتى الرياضي كنا نصدروا به العار، ها والرياضي يسكت برك، الناس كلها تحكي عليه اليوم هذه، كارثه كبيره. فانت كملت خيرك. على كل حال هو حر في رايه من حقه، ولكن حنا نتسائل برك، نتسائلوا كيفاه مواطن عم باله باللي ذوي الاحتياجات مساكن في محنه كبيره والرئيس ما عم بالوش؟ كيفاه المواطن قلبه تحرك والرئيس قلبه ما تحركش؟ لماذا الرئيس تكلم عليهم غير في الحمله الانتخابيه
وندير لكم وندير لكم وانا ونزيد لكم وكذا، ولكن ثلاث سنين من بعد ما كان والو. نزيد اخويا المخرج فيديو اخر وبعد كده نفتحوا المكالمات، تفضل. واش نقول لك، ذوي الاحتياجات الخاصه في الجزائر راهم ناقصين بزاف، كما نقولوا محقورين، راهم محقورين كما نقولوا، ما عندهمش اهميه، ما عندهم كما نقولوا مساكن، ما عندهمش بلاصه في المجتمع، نقدروا نقولوا ما عندهمش بلاصه في المجتمع. بزاف حوايج نهضروا على القطعه باش كيما نقولوا باساج كلوتي، باش يطلع في طريطوار، باش يدخل الحانوت، باش وما نحكوش كيما نقولوا على المنح، على المنح اللي مدوها لهم كيما نقولوا ضعيفه بزاف بارابور لوروب. الاوروبا ذوي الاحتياجات الخاصه يمدوا لهم 100 اورو ليكيفالون تاعنا 21 مليون، هنايا يمدوا لهم يا ربي 8000 دينار 10000 دينار 2000 دينار رايح من بابك. واش عاد درك مليار؟ انا فول مو ما نكذبش عليك يا اخو، محقورين لازم كيما نقولوا يشوفوا معاهم، يشوفوا كيفاش يديروا لهم، يديروا لهم حل. وكاين كيما نقولوا هادو ذوي الاحتياجات الخاصه، كاين اللي ما عندوش موطو باش كيما نقولوا باش يديبلاسي باش يعاونوه، ما على باليش انا الجمعيه الدوله كيما نقول لك اهل الاختصاص هما اللي مكلفين بهاد الحوايج. والنداء اللي نوجهونا نقول للسلطات العليا، السلطات العليا نقول لهم احنا كيما نقولوا راهم هادوما كيما نقولوا ديزارجينيا، ماهم جايين بلاد محدوخرة ولا جاو سطالة ولا هنا، راهم كيما نقولوا هادوما خاوتنا، يشوفوا فيهم وكيما نقولوا يطلعوا لهم في المنح ديالهم باش يسهلوا لهم الحياة. شكون عندنا سلطة مسكينة راهي في قارة، في بلاد أخرى، في كوكب آخر، نطلبوا من سلطات أو عندنا ديزالجيريان مساكن، ماذا بكم يعني؟ شكون نطلبوا في الصداقة؟ هو حقهم. تفضل خويا المخرج مكالمات، يقول لي راني نستنتظر، تفضل. محمد الشريف خويا، السلام عليكم. بونسوار سي لطفي. بونسوار سي محمد، إن شاء الله تكون بخير. يسلمك. ياك راهو كاع على الناس. الحمد لله سي محمد شريف، اليوم رانا نحكي محمد عفوا شريف، رانا نحكيو على لي زونديكابي. اسمع. وي الو. وي نعم سي محمد. اسمع، لو سيرفيس هذاك دوينا نتاع لي زونديكابي لي اونديكابي. هو في ذاته لازم له اعانه، فهمتك. هو لازم له اعانه، فهمت. والله العظيم انا مستغرب شاك فوا il faut refaire le dossier ولا دازهم لا. انا سويتار دان هانديكابي باش تروح دير له الدوسي هذاك دابور تشبع الهم كاع، ومن بعد كل دو لاني يقول لك عاود له عاود له عاود له، ما فهمناش والله ما فهمنا. والخلاص على بالك اي ني با ريغولي. بون اي ني با ريغولي سيتادير اسي محمد كل شهر ما تخلص، كل شهر كاين ولد فتريحة ما تخلص، فهمت؟ فهمناك سي محمد، ما عم بدناش. إلي اونديكابي ولدي في السيرفيس هذاك البيما، إلي اونديكابي. وميز ابار هاد الم يعني المنحة ما كانش سوتيان واحد اخر يعني لاكتيفيتي تاعو؟ يا ريان دي تو ابسوليمون ريان، فهمت؟ وفي الترونسبور سي محمد والخدمه ما كانش ادماج، ما كانش ما كان ريان دي تو ابسوليمون ريان، سون دون ابوندون توتال. لا 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 لا، تما انت مازالك متكفل بها سي محمد؟ بيان سور بيان سور، سبحان الله. فهمت ربي عينك، ربي معك. انا جي في افيك مي بروبر زيو، ماشي قالوا لي والله، باسكو انا اللي نجري عليه وانا اللي نسول عليه وانا كلش فاهمك. ربي معكم، الله يعطيك الصحة سي محمد، الله يعطيك الصحة. وكل الأولياء والوالدين على كل حال اللي عندهم يعني دي زونديكابي ما يسيبوش أولادهم ولو يشيب، تلقاه معاه على آخر دقيقة، ربي يبارك فيهم إن شاء الله. زيد أخويا المخرج. عبد القادر من وهران، السلام عليكم سي عبد القادر. السلام عليكم سي لطفي. مرحبا. كليتي بالك 150 تاع هضرة. يسمح لنا عبد القادر. تفضل ظهر تكلم. في الجزائر
كي لونديكابي كي صحيح كاع رانا كي كاع راهم كاع كي كاع الناس راهي مرضى دروك. هذا لونديكابي مسكين يخلص لراسو 100 ولا 10 مليون نطلو تبون 10 مليون في الشهر يخرج من البوست تاعو نطلو 10 مليون تكفيه ولا ما تكفيهش؟ تكفيه هل ترى؟ والله ما تكفيه. كيلو لحم راه يدير 215 ميل ما تكفيش. هذا الهونديكابي مسكين ما تكفي تطي 10 ملايين في الشهر وقليله فيه قليله فيه قليله. لا الشعب راه لابد هذا تبون كونت لك الناس خلى الناس تجيب السلعه روحها تلقى لي زابورتاتير يجيبوا يعاود يتلقى كامل البوشي يجيب الحب 30 ميل ولا بغى يبيع الغبره يبيع. هذه تونس كتلتنا بالخاصيات ولادنا كاع راهم يشربوا خاصيات كاع ولادنا راهم يشربوا خاصيات في الجزائر. الجزائر قاعد تضرب الصاروخ والجيل الجاي غادي كاع يجي معوق ويجي هونديكابي خاص باسكو توشي المخ توشي المخ كاع اللي يتزوج ويجي ولد يجيبها هونديكابي ولا يجيبها بهلول. هذه هي هذه هي تونس نعطوها في الدراهم وهي تعطينا بالخاصيات. هذه هي رانا مغبونين مع الغلاوي مع ولادنا ولادنا كاع راهم يضربوا خاصيات. كنت حط قرعه تاع ويسكي ما يشربش الويسكي ويشرب حبه تاع صاروخ تاع طنواصون هذه. ولادنا راحوا باي باي الجيل هذا راح باي باي قتلوه بكاسيات. هاك يشوفوا بهم يبيعوا بكاسيات والله ما يهضروا معاهم. حسبي الله ونعم الوكيل. شكرا لك يا سي عبد القادر. ربي يجيب الخير ربي يجيب الخير. نحبسوا مكالمات اخويا المخرج ولا نزيدوا توفيق من باب الواد الاخر ان شاء الله. توفيق السلام عليكم. السلام عليكم خويا وليد الحلال وصراك. ربي يحفظك يا سي توفيق ان شاء الله تكون بخير. ربي يسترك الدنيا واخيرا ان شاء الله يا خو. امين امين اجمعين. اسمع حنا رانا بصحتنا ورانا اونديكابي بصحتنا وما لحقناش. فهمت خويا لطفي؟ فهمتك. تدي 300 الف دراهم تدي 300 تروح للمارشي تقول لهم سرقوني ولا طاحوا لي. صح. والله ما تعمر القفاه يا خو. فهمت خويا العزيز؟ فهمتك فهمتك. وانا نشوفه في يوم انا باب الواد مساكن والله راه تشوفهم غير تبكي الدم في الجامع في كل بلاصه. انا ديفولار ما يكونوش عندي درايم نحبط راسي ونروح ما نجمش نقول له ما عندي. شفت. فهمت خويا العزيز؟ يطلبوا ميزيريا كحله يا خويا العزيز اقسم بالله يا خو. والله ما على بالنا كاع. الله يسترنا الدنيا واخيرا هذا ما كان خويا العزيز. امين. فهمت أمين. ربي ان شاء الله كاع ان شاء الله كاع هاد واسمهم هادو ربي ان شاء الله يفتح عليهم بباب الخير ان شاء الله في هاد في هاد العواشر ان شاء الله. امين ان شاء الله. فهمت هذا واش نقول لك يا خويا العزيز وتهلا في روحك. شكرا لك. وليد الحلال تاع الصح يا خو وربي يسترك. امين. كون كاين 10 ولا 15 واحد كيما انت مي فريمون دير تولي نواره يا ربي يحفظك يا سي توفيق. ربي يحفظك والله شكرا لك. الناس مقيوسه صح صح يطلبوا بحد المساجد صح. شكون حتمد لهذا لهذا لهذا؟ الدوله اصلا الدوله في اي دوله في العالم عندها بيدجي مخصص لهذا الفئه من مسؤوليه الدوله. الشعب كي ينتخب سلطه يقول لها يا سلطه دبري راسك نحي لي من لحمي وديري لهم ينكاس باش تتكفلي بهم. وين راحوا هذا الدراهم؟ من الصباح نسمعوا ناس يقولوا نطلب من السلطات ونطلب من تبون ونطلب. هل في رايكم ما سمعوش؟ يعني كي نقولوا نطلب ونطلب نطلب يعني وعلى ما ننبوزيوش لي فري كيستيون وعلى ما نقولوش واش باها السلطات باخلتهم؟ هذا سؤال مليح. وعلى لا والله نطلب لكن ما عم بالهمش عم بالهم. والدليل يا خوتي قداه مره هام الناس في البرلمان وش يحكيوا وش يبعثوا رسائل للحكومه مقابلين الوزيره تاع التضامن اللي حطها واللي صادق عليها تبون وامام تبون يا باتسوسي ويقولوا له ها هو سيدي المشكل تاع هاد الفئه. تفضل خويا المخرج. الناس هادو الناس المرضى اللي يتقاضوا 300 الف هادو الناس يا سيد الوزير رام صبحوا ما كانش باب ما طرقوهاش من أجل تغيير وضعية هؤلاء الناس. صدقني هذه أمانة في رقابكم وفي رقابنا جميعا ومن خلالك أنقل هذا الانشغال للسيد الوزير الأول وحتى إلى رئيس الجمهورية من أجل النظر في هؤلاء لأنهم يعانون الأمرين ب 300 ألف لما تكفيش الآن كونسلتاسيون افيك ميدسان سبيسياليست. حقيقة عكس ذلك تماما. يعني راني ان شاء الله نشوف المعاق اغلبيه تاع المعاقين
راهم عايشين على صدقات المحسنين واعانات الجمعيات الخيريه. هذا هو الواقع المعاش. حنا نتمناو ملحه تاع المليون، مليون سنتيم تكفيك في الوقت هذا، مليون سنتيم بالك يومين وثلاث ايام ما تزيدلوش. والمعاق 80% مثلا يخلص 300,000، 300,000 ما كاش، مبلغ زهيد جدا. وهنا سأرافع أيضا عن منحة ذوي الاحتياجات الخاصة. لا يعقل أن منحة البطالة تكون أكثر من منحة ذوي الاحتياجات الخاصة. واحد بصحته نمدوله منحة، وواحد لي مصاب نمدوله منحة أقل. أين هي العدالة الاجتماعية؟ هل البطال المتعافى اللي ياخذ 1,300,000 سنتيم أو لا، أم الإنسان المريض اللي يتقاضى 300,000 سنتيم؟ سيد الوزير، نلتمس فيكم خيرا أن تأخذوا بعين الاعتبار هذه الفئة المحرومة. النقطة شفتوا أخوتي عن بالهم وبلغوا وقالوا هاي ما تكفيش، هاي مليون وما تكفيش، كيفاه تعطيه 300,000؟ راي ما تكفيش، ومدى بينا الوزيرة تسمع والرئيس يسمع. يا جماعة خرجوا فيها رجال، اهدروا كلمة رجال، عم بالنا به سامع. حنا السؤال وعلاه ما يتحركش الرئيس والوزيرة ما تتحركش؟ ها سؤال يعني محترم، ما قلناش ما سبينا ما عايبنا. الرئيس عم باله قبل ما يولي رئيس باللي المنحة راهي 300، علاه هذا تمدلو البطالة باش تربح به التيتر وتمدلو 1,200,000 والاخر مسكينه مزلف 300 ومعاق 80%؟ علاه؟ علاه تهز مليار وتمدها دولار، مش مليار سنتيم، دولار، تمدها لدول افريقية والمعاق ولد بلادك مسكينه ويطلب بحد المسجد ويدي 300؟ فهمنا وش من قلب عندكم. هذه أسئلة تطرح، عندكم قلب الحم يعني ينبض وشرايين ولا حجرة؟ فهمونا كيفاه يعطيك قلبك تمد سوارد لشعب آخر وشعبك يطلب بحد المسجد وعليها؟ وهم الأسئلة تطرح ومقابلة الوزيرة وش هيكم ودولكم. احنا اللوم برك على هذا البرلماني، كي شغل تطلب في الصداقة يا ولي ماذا وكذا، يا ولدي تحركوا، نؤمرك، أؤمرك أنا نؤمر. تسمع يعني خطرة، والله خطرة، واحد صحابي خطرة جفاف كبير في 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 مكة، جفاف كبير، صحابي كبير هز يدوه للسماء، الناس تضرع يا ربي يا حنان يا من، قالوا أقسم لك أن تمطر الليلة. قالوا يا ولدي كيف تهدر مع ربي؟ قالوا ما ربي سبحانه يحب تكون يعني جاد، يحب تكون تقول له نعم يا ربي راني محتاج، ضايع راك تخطيني نضيع، فما بالك مسؤول عبد كيف نحاولوا؟ والله يا ما تكفيش ربي، خافوا ربي راهي 300 ما تكفيش، وتبقى تعاود. يعني يكونوا عندهم شويه رجوله ويدافعوا قلب ورب على ناس مظلومين، ولا سحتوكم ولا حاجه، على الاقل يعني تربح يعني كرامتك انت ك يعني خدام معمول باش تدافع ديجا. ولكن خلينا نسمعوا الوزيره تاع التضامن كيفاه ترد. هذا هو الشيء اللي حيرني، دوك تسمعها تهضر ولا إجابة يعني عندها رقم ولا دات، وقتها نمدوا وقتها نديروا، ولا شوفوا كما نقولوا طبلعيط كما يقولوا. تفضل أخويا المخرج. الكلمة للسيدة الوزيرة للتعقيب فلتتفضل. بارك الله فيك سيد النائب، المجهودات كما كنت نقول سيد النائب نديروها مع بعض، الانشغالات تنقلوها للقطاع، نحاولوا مع بعض نكيفوا الأنظمة مع المستجدات الآنية. وكنت قلت أنه يعني احنا في اللمسات الأخيرة من تعديل هذا القانون الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة، ومدابين يكون فيه تنسيق مع ممثلي الشعب من أجل نقل الانشغالات على المستوى الولائي للقطاع. وإن شاء الله هدفنا في القطاع هو دمجهم اجتماعيا واقتصاديا ومهنيا. بارك الله فيك. برك والله أعطيكم الصحة كي طرحتوا الأسئلة، وإحنا نلقاو إن شاء الله حلول. أعطينا 300 تكفي ولا لا؟ قولي ما تكفيش، قولي قداه راح نزيدوا، قولي وقتاه راح نزيدوا، قولي ما هو المخطط. لا لا تبلعيط، ونعم وانشغالات مناحة وإحنا نجتهدوا باش نحسنوا الظروف المواطن والكريم، وإحنا في اللمسات الأخيرة. وش اللمسات الأخيرة؟ قاعدة تخيطي في قندورة؟ وش في اللمسات الأخيرة دي؟ تعوش من قانون قولوا لنا، يعني وش البيدجي المحدد؟ درتوا إحصاء قد راح تزيدوا لهم؟ أسكو عندهم الحق؟ قولي وي عندهم الحق، مساكن 300 ما تكفيش، وهدرت مع الرئيس ولا ما هدرتش؟
كانش. وهذه الفئه وكانها يعني ما نورمال اجماع الناس هذه قاعده تتعدى بيمشها. قالوا حتى البطاله سيدي على الاقل راهو شمار مي على الاقل لو بصحته والاخر مسكينه وما يقدرش يتحرك او ما يقدرش يهدر او ما يقدرش يتنفس. كيف يعني مرخوفين كيما هك؟ يعني قلت لك سنحاول ادماجهم. كيف تدمج السيد 100%؟ واش حتدمج فيه السيد 100%؟ 80% يعني تسمى ولا قداه راح تدمجوا؟ ما هي القطاعات؟ شعارات برك. احنا نحاولوا نلقاو لهم كاش تحاول تسمى هك مش جاي تجرب. والله نحاول سيدي ولا ما كانش. احنا قررنا نديروا الناس غدوة يجيوا كذا وكذا ها وش راح نديروا؟ هدرنا مع الشريك. على كل حال وانا قاعد نتبع في صفحات هذوما ذوي الاحتياجات الخاصة دايرين صفحات في اليوتيوب في الفيسبوك ويحضروا مستجدات. تبعت واحد يقولوا له سي حمد قادري 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 حمد قادري ولا قادري. على كل حال هو ديما يدير المستجدات ويحكي مالغري مريض ولكن يحاول يحكي. فجبت الفيديو كما هي قاعد يحكي يا خاوتي لانه اليوم 14 مارس اليوم الوطني والناس زادوا لهم في لابي زادوا لهم فكذا زادوا وتبون قاعد يهضر. قال لك تبون اليوم رايح يدير لنا ان شاء الله خطاب لانه راجل وفحل وقلبه متعاطف مع شعبه ودنا خطاب وفي الخطاب هذاك راح يعلن الزياده. دونك بشرة اخير كانوا ينتظروا فيها اليوم على 28 نسمعوا واش قال في الفيديو تاعو. تفضل خويا المخرج. اليوم ممكن ان تكون رسالة الرئيس اليوم اي تقريبا على الساعة 7 أو 8 تكون موجهة لنا رسالة من طرف رئيس الجمهورية راح تكون فيها المعلومة ونستطيع أن نحلل هذه الرسالة لنعرف توجه الحكومة وقبل ذلك توجه رئيس الجمهورية اتجاه هذه الفئة المهضوم حقها. نتمناها أن تكون رسالة قوية وواضحة وفيها إنصاف وتكون الأمور جلية معناها يكون فيها القرار. إما إن كانت رسالة عادية ما فيهاش جديد فممكن ننتظر أشهر أخرى أو ممكن حتى سنوات لكن سيستمر نضالنا لن يهدأ لنا بال حتى نحقق جميع مطالبنا. احنا ذكرى 14 مارس لانش نريد إكراميات ونريد تكريم، نحن نريد أن نعيش في كرامة. نحن لا نريد تكريمات بل نريد أن نعيش في كرامة يا سيدي الرئيس. ننتظر ممكن بعد ساعات. ولا يا خد كانت هذه الرسالة بعد ساعات هذه العشية حتى ينتظروا في رسالة الرئيس. قالوا ماذا بينا عم بالنا كان رسالة ماذا بينا تكون قوية أنه الرئيس كعم بالكم عيد المرأة ومرأة واجتماع الله يبارك وقلنا نعطيه الصحة ودار الخطاب تيعه والرسالة تيعه حتى شنقريحة في عيد المرأة ودار خطاب وكرم المرأة وزادوا لهم وداروا اكسترا دونك يعني في الرياضة في كلش. دونك جاية درك الفئة دونك ماذا بينا رسالتك تكون قوية واضحة لأنه احنا الحكومة يئسنا منها ودوك الولاد يئسنا منهم. انت هو اللي راح تقول لنا المنحة تاعنا قداه راح تزيد وكيفاه راح تزيد وحنا نأمن فيك خير كبير. المهم اليوم على 8 افكتيفمون خرج يعني الحفلة والاحتفالية وكانت هذه هي. تفضل أخوي المخرج. تحتفل الجزائر في مثل هذا التاريخ من كل عام باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة تقديرا لإنجازاتهم وتحدياتهم للإعاقة في كل الميادين خاصة تشريفهم للألوان الوطنية في مختلف المنافسات القارية والدولية. ويأتي الاحتفال باليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة وسط مكتسبات حققتها هذه الفئة بفضل قرارات الدولة بتحسين ظروفهم وإدماجهم في المجتمع وسن
قوانين تخدم مسارهم بما يكفل حقوقهم المادية والاجتماعية. وبالمناسبة أحيا أمسي مركز تكوين لعمال سون الغاز بابن عكنون حفلا على شرف هذه الفئة التي صنعت التميز رغم الإعاقة، وذلك بحضور كل من وزيرة التضامن والأسرة وقضايا المرأة ووزير الطاقة والمناجم ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي. بارك يا خالتي، هذه 10 عباد ولا 20 لموهم في الصالة على المركز تاع سون الغاز، وجات الوزيرة ولقيت الكلب. وين هو رسالة الرئيس القوية؟ متحقوهاش لا قوية لا ضعيفة، ما اسمعش بهم خلاص. وينك الرئيس؟ انت راك فايق مع روحك، رام كل مساكن لي زونديكابي رام يستناو الرسالة تاعك. اولادي مع الكونغو ولا ما نعرف معه. سبحان الله، ناس حاكمة قلوبها تستنى خوتي واش حيزيد لنا 100,000 ولا 200,000 ومدى بينا وتعمي تبونا. والو، راحوا للمركز، جات الوزيرة قالت لك احنا بفضل قرارات الدولة بتحسين ظروفهم، قرارات تمام، داروا قرارات وحسنوا ظروفهم وجايين يحتفلوا بتحسين الظروف. والاخر عطاوا له زعما واحد. يا جماعة احنا نحكيوا على الفئة، وقدها هذيك الموطو تدير قدها يعني. شوفوا عدد الناس اللي جاوا، خد هذه عيد المرأة الله يبارك، درتوا طوابل وجاوا الكل وتبون كرمهم اون بيرسون. وعليه المعاق مسكين ما، وعليه ذوي الاحتياجات ما مش كرئيس دولة. والسيدة ويدي 300 ومش زعما راح تزيد له 100، والسيدة وتحت درجة الفقر كما يقول، تحت عتبة الفقر. هم جاوا هضروا في مركز تكوين تاع سون الغاز، ماشي حتى في الرئاسة ولا حاجة. هم جابوهم وعطاو له موطو للأسف. على كل حال زدت رجعت أنا للقناة تاع هذاك أحمد قادري، وما قدرش حتى يبان يعني، دار فيديو ودار صوته كان مريض وتأسف على هذه المعاملة. نسمعكم للأمانة وش قال. تفضل خويا المخرج. اليوم يمر مرور الكرام، يوم عادي جدا، حتى الاحتفالات كانت باهتة للأسف. حالنا يزداد سوءا بعد هذا اليوم، لأنه لا وجود للاحتفال رسمي قوي كما عهدناه سابقا في السنوات الماضية. بالعكس، تراجع كبير وكبير جدا. هذا دليل أننا مش في دائرة الاهتمام للمسؤولين. لا وجود لرسالة رئيس الجمهورية كما عهدناها في السنوات الماضية. للأسف احتفالية وزارة التضامن ماهيش موجودة. للأسف كل شيء تراجع. هذا دليل أننا ماناش في دائرة الاهتمام نتاع المسؤولين. الاحتفالات اليوم اختصرت على احتفال بسيط جدا في ثواني تغطية تلفزيونية. والله للأسف سيدي رئيس الجمهورية، سيدي رئيس الحكومة، سيدة وزيرة التضامن، هذه الفئة تحتاج منكم الدعم، تحتاج منكم الالتفات حتى في الاحتفال. هذا احتفال يا إخواني، هذا لا مبالاة، هذا تعسف، هذا ظلم، هذه حقرة. ما عساني أن أقول، حسبنا الله ونعم الوكيل. تراجع عن كل شيء للأسف. السلام عليكم ورحمة. شفتوا خاتم، نصحكم تشوفوا صفحة يا أحمد قادري أبو عمران. كلموا على تضحكوا علينا، على مشكم قيمينا. ما كانش حتى رسالة، حتى بتويتر أسيدي، تويتر أسيدي تبون تويتر برك. وكما قال هو، شفتوا كان يقول ننتظروا رسالة قوية، ماشي رسالة نورمال. يا ولدي لا قوية لا نورمال، تويتر وما معطاكمش تويتر. ما كانش يعني قرار يعني تاع رئيس هكا قال واش 300 دية ما بقاش عليها هدرة، نزيدوا تولي مليون، وتاع المليون مثلا تولي زوز ملايين، وهاي سي بون وقص علينا. ويخرجوا فرحانين ويديروا مسيرة إن شاء الله 19 مارس، ويقول لك تحية تبون وتحية. مالو يا خاوتي، هاد الفئة ما تديرش مسيرة وما فيهاش فايدة. هاد الفئة ما ما ما
ما نورمال خلي البطالين شويه وما يخرجوا لي ديجان ها ولا كاش ما يسخنوا لنا البندير قطع في ليجان وكذا نجيبوا لهم فيات 500 ولا هك خلي نقيسوا غير وهذه نورمال واش راح يدير دير وقفه واش راح تدير حقره باتم معنى الكلمه يا خاتي باتم معنى الكلمه نتمنى بالك بهذا الكلام يغيضهم الحال وغدوه كش ما يديروا قرار بصح نتاسف يا خاوتي ونتاسف يا سي قديري قادري عفوا نتاسف كثيرا انه وصلنا لهذا الوضع وين كما قال هو حتى في السنوات الماضيه وكانت رساله العام هذا ما كان والو فاه مشغوله سي تبول تما واش مشكلتي ياك واش العمامره غاضك العمامره راح هزق شو راح ماشي مشكل احنا مالفين بمشاكلكم لكن قبل ما نروحوا كانت انا العديد من الرسائل في الفيسبوك نتبعوهم حنشوفوا رساله في الفيديو 19 اخويا المخرج هذا كمال حاج يوسف هذا انا كي كنت في عنابه يعني في الراديو كان مخرج ويدير دي فورماسيون للناس يعني انسان يعني بناء المؤسسه هذه ها هو خاوتي بناء المؤسسه الاعلاميه وشارك وفرمه وحل قدهن وحده اليوم عنده نداء بسيط جدا يا خاوتي ك يعني فرد من هذه الفئه نسمعكم مقطع من الفيديو اللي ينشروا على الصفحه تاعو تفضل خويا المخرج معكم كمال حاج يوسف مخرج الاذاعه مخرج رئيسي ومكون بمناسبه اليوم اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة عندي واحد مشكل نحكي عليه أنا في الخدمة تاعي اللي باش يخدموا لي الباساج تاع لاشات ريلون تاع لونغور تاع 2 متر جيسكا بريزون راني في أمين وأنا نشكي ونحكي خرجت في الجريدة خرجت درت البراوات وضت ما كان فيها حتى رد وهذه الحالة أطرت فيا نفسيا على أساس أنا حياتي مديتها الإذاعة صيفتي مخرج معروف على المستوى الوطني فتحت حوالي 23 إذاعة وكي نشوف حالتي في هذه الحالة ندير رسالة للمدير العام للإذاعة من المعاقدة ما يشوفوش فيه ما يخزروا فيه ما يحوشوا عليه من ناحية الإنسانية ما كاش وعلى أساس إحنا دولة إسلامية أول حاجة هي الإنسانية وأنا فريمون وراني نخدم الإنسانية مكاش المعاملة مكاش وغاد وتغيضك كي تشوف انت روحك مبدع وما يعطوكش زوج مترات خدمة تاع 20 دقيقة ولا نص ساعة ويفرد جوسكا بريزون عامين وانا ندور فيها وما فردش حالة صعيبة ونتمنى للناس يخموا لهاد المعوقين يشوفوا فيهم إعاقة ما يستاهلها والنهار تقيسكم الإعاقة تعرفوا واش معناتها قيمة هذاك لو باساج نهار تحكم الإعاقة تعرفوا الأهمية هذيك الدرجة وما نهضروش على الأمور الأخرى لاسونسور ولي باساج الأخرين ما نهضرش عليهم أنا نهضركم على وين نخدم والصعوبات اللي نلقى فيها بارك الله فيكم ربي يكون معك مخرج بالكبار يا خوتي يعرفوه الزملاء تاعو كل في القطاع ما دارولوش حتى متر ولا متر ونص باش يقدر يطلع في مؤسسة وطنية هذه مؤسسة وطنية يعني لازم يدير رسالة وعامين وهو يشكي باش يديروا باساج برك فما بالك القطاعات البلديات وهذيك وهذيك هذا كي هدرنا على 300,000 ولكن كانت تهيئة يعني لما تروح في بين قوسين في دول أخرى سيدي يعني كتشوف يعني خويا المخرج يحط لي حتى لي بوس اي بوس فيه باش يطلع اي بوس معاق حتى 80% يعني امانه عندهم انه عنده مصعد تاعو في البوس المتنقل هذا تسمى راه في راديو ولا في بلديه وما عندوش باساج هاو باساج ما كان والو اخوتي حديده تهبط وتطلع ويخلص تيكي تاعو نورمال ويدخل في البوس لانه مجهز خصيصا هذا وعنده المكان تاعو باش يحس روحو انه بني ادم هاو يهود عادي بعديك تطلع ما كانش ريستوران يتحل هنا سقسي اي واحد عنده ريستوران الا ولازم يكون فيه هاد الحديده والباساج سينو ما يعطيوكش لاغريمون تفتح ما كانش مدخل تاع السياحه ولا بلديه ولا حاجه الا
لازم في هذاك الباساج. حنا مساكن دركم يطالبوا يا ربي تروطوار يا رب، وراح تقول لي يا لطفي الله يهديك ديجا تروطوار، انا يما مسكينه من تخرج في الطريق تطيح درك، صرتوا الكبار حجره وطحده طالعه وحفره والدنيا ومعوجه والقدران وخالوطه، ناس نورمال وما عادش تلقى تمشي نورمال كيفاه تحب هذا يمشي مسكين، وين يمشي طوموبيل في القدران كلها حفر في الجين لي زامورتيسور، طوموبيل روضه قد النكوة مورتيسور كبير، فما بالك اللي عنده كروسه كيما هكا. ويعطيه الصحة كي يختم بالكلام يا جماعة، أي ما يدريش الدنيا دي كيفاه الدور، أو بوتفليقة جاء يخبط في الطابلة ويمشي يا خوتي بالكيلومترات في الولايات، مسكين هاو فض ربي يرحمه كيما هك فض، يعني الدنيا دي ما تدريش الفئة اللي تحقرها ولا اللي ما تقومش بها، وانت واقف بصحتك يجي نهار وما تدريش كيفاه الدنيا الدور، وتصبح يا بوتفليقة وانت والعبرة لمن يعتبر. أنت يا خوتي احنا حاولنا اليوم نحكيوا على هذه الفئة، موضوع كبير ما يفضش، ولكن في الأخير نتأسف أنه تبون رئيس الجمهورية لم يخصص ولو خمس دقائق لهذه الفئة، نتأسف أنه لم يتخذ قرارات، نتأسف أنه ما كرموهمش كما ينبغي يا خوتي، جابوا زوز ثلاثة في مركز تعارف ما ربما ما سحاولهاش، ولكن أنا متأكد أنه هاد ذوي الهمم رم يسحاولها، يعني عندها يومين عيد المرأة كانت الله يبارك ما شاء الله، وهما وعليه محرومين يا أخي مسواردك حتخلصهم، ما مسوارد الشعب دير لهم ريسبسيون وكرمهم وكذا وإلى آخره، ولكن معلش أخاتي قول لي إحنا والفنا، المهم إحنا في هذا العيد نتمنى الأمور دي تتحسن أكثر، والحمد لله كان الشعب اللي عاون فيهم والناس اللي توقف يعني بشي اللي كان، وربي إن شاء الله سبحانه كما نقولوا إحنا هو اللي يتولى أمرهم بإذن الله. ربي يحفظكم الأحباب على المتابعة إن شاء الله، عم بالي قصرنا مهما يكون قصرنا من أنه هذا الموضوع ما تقدرش تكمله، تلاقوا غدوة في ساعة الخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.